عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري السبت برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك القائم بأعمال رئيس المجلس ورئيس الجمعية الوطنية. وفي مستهل الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء المجلس في الحكومة، استعرضت هيئة الرئاسة مستجدات الأوضاع في عموم محافظات الجنوب، مؤكدة إدانتها للاعتداءات الحوثية على جبهة يافع والتي استشهد وجرح على أثرها عدد من أبطال القوات المسلحة الجنوبية. وحذرت في سياق استعراضها للمستجدات من محاولة ومساعي حزب الإصلاح الإخواني وأطراف أخرى في الشرعية لإجهاض اتفاق رياض وعرقلته تنفيذ بنوده، مطالبة في هذا الشأن قيادة التحالف العربي ورعاة الاتفاق الالتزام الطرف الآخر والضغط عليه لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق، وفي مقدمة إخراج القوات العسكرية من محافظات الجنوبية ونقلها إلى جبهات المواجهة مع الميليشيا الحوثية. وفي سياق آخر، حذرت الهيئة كذلك من تباطؤ رئيس حكومة مناصفة وعدم التزام حكومته وإيفائها بوعودها في توفير متطلبات تشغيل كهرباء العاصمة عدن، مشددة على سرعة توفير تلك المتطلبات. وفي ختام الاجتماع، وقفت الهيئة أمام عدد من القضايا المدرجة في جدول أعمالها واتخذت الإجراءات المناسبة بشأنها.